حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله، طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ورانا الفتره دي كلها، ورا اللعيبه كلها ودايما معانا. نقول لهم مبروك كاس مصر ومبروك افريقيا من اسبوع فات. فبنقول لكم احنا ان شاء الله بنوعدكم من الفتره الجايه كلها بطولات باذن الله، زي ما وعدناكم قبل كده كلنا، واحنا كلنا رجاله، وان شاء الله دايما نفرحكم باذن الله.